Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fi nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil affani an shaykhina al mihyi dhil kamali arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula was thawaba ahkamun nuni sakinati wal tanwin lin nuni in taskun wal tanwini arba'u ahkamin fa khudh tabini فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء وثاني إدغام بستة أتس في يرملون عندهم قد ثابتت لكنها كسمان كسم يدغما في يرملون عندهم فيه بجنة بينمعوا لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم سنوان تلا والثاني إدغم بغير كنا في اللام والر ثم كررن وثالث الإقلاب عند الباء ميما بجنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سيف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما أحكام الميم ونون شددتين وقلنا ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف قلنا تنبدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف لينة لذي الهجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء ندغم وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى وثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي